الموضوع تنظيم داعش برضه عايز اسمع من الشيخ سعيد. يعني ان شاء دلوقتي الله. القضايا الجدليه، طب اسمح لي فضيله الشيخ صبري دلوقتي نعم. قال نقطتين انا تهت فيهم بصراحه. لا ما فيش. النقطه الاولانيه انه بعض وسائل الاعلام بتعمل حاله جدل او بتسلط الضوء على القضايا الجدليه عشان تشكك في الاسلام. نعم. هنا الشيخ صبري برضه حضرتك دخلت في النوايا. نعم. تمام. على الجانب الاخر انه الاختلاف ده بيقول انه في حريه. طيب. هل القضايا الجدليه نناقشها ولا لا نناقشها؟ هو طبعا بداية رأيي بالنسبة للأزهر أو للمؤسسة الأزهرية ولوزارة الأوقاف ولرأي فضيلة مولانا الشيخ صبري عبادة، رأيي different from very much. رأي مختلف تماما، يختلف اختلافا كثيرا جدا. وولي الحق الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهذه هي الديمقراطية. فأبدأ بعد حمد الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال، الذي بين لعباده الحلال من الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال والأقوال والأحوال، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وآله وصحبه، الذي طهره ربه ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال. طيب يعني يا مولانا الجدل، القضايا الجدلية ازاي يتناولها الاعلام؟ يا سيدي الفضل، انا كمواطن طبعا انا اتحدث باسم الازهر، لان الازهر له شيخه الموقر الجليل العالم العلامة. طيب يعني وجهة نظر حضرتك البحر الفهمة المتخصص في العقيدة والفلسفة. تمام. وانا متخصص في العقيدة والفلسفة. أنا كمواطن مسلم مصري بقرا في الإعلام أنه كلمة، أولا كلمة داعش ثم فعل داعش. كلمة داعش كلمة بذيئة، عفوا كلمة قنيئة. عفوا تفضل قبل ما أتكلم على داعش. أنا بتكلم دلوقتي على اللي تفضل به الشيخ صبري. أيوه. وهي القضايا الجدلية. تمام. الشيخ صبري قال أيوه. أنه وسائل الإعلام أيوه. وأنا أضفت كلمة بعض أيوه بتسلط الضوء على القضايا الجدلية عشان تشكك في الإسلام. هل حضرتك شفت التناول الإعلامي أيضا من نفس وجهة النظر دي؟ جادل كما شئت، حرية الرأي مكفولة، والجدال في القرآن وارد بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كلام إنما يصل إلى القتل وإراقة الدماء، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث صحيح. قتاله كفر. كفر انه 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 يقاتل، ها، وبعدين ده مش المسلم بس، والكافر ايضا. لكم دينكم ولي دين. لا اكراه في الدين. يعني اذا من نطق الشهادتين. نعم. من نطق الشهادتين. نعم. ولكن بيقتل الأبرياء. نعم. ده يعتبر كافر؟ لا طبعا، لأنه بيقتل الأبرياء. القتل في الإسلام له حدود في الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من يقتل الأبرياء كافر؟ يقتل الأبرياء كافر، لأنه الإيمان له تعريف في الحديث وله تعريف عند علماء العقيدة. تعريفه في الحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره حلوه ومره. وفي الحديث وأيضا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا ما خالف العمل، ما خالف الفعل. عشان نرتب بس أوراقنا، تفضل. رقم واحد. نعم. القضايا الجدلية. نعم. لا يوجد ما يعني يمنع من مناقشتها في وسائل الإعلام. جادل كما شئت، إنك تصل إلى القتل. وما نقدرش نخش في نوايا الإعلام بأنه ده بيتناول الموضوع ده عشان عايز يشكك في الإسلام أو لأغراض أخرى. فما نقدرش نخش في النوايا. إذا الجدل مباح. الإعلام هيعمل كده على مين؟ وعلماء الأزهر أهل البصيرة وأهل التنوير وأهل. طيب يبقى ده الملف الأولاني. الملف الثاني. نعم. إنه طبقا لكلام حضرتك. نعم. إذا تنظيم داعش. أنا بقول رأيي الخاص كمان. تمام. مش بتكلم باسم الأزهر. تمام مفهوم. أنا بقي لي ساعات رأي حضرتك؟ بقي لي ساعات قليلة وأخرج على المعاش. وأنا طيب كبير.